السلام عليكم، واش راكم خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. عندنا اي دروب كما تشوفوا، ايسلاند بيتكوين مينر او مينينغ، ماهيش باينه. مينينغ اي باينه هنا، يعني قريتها هنا. المهم اي دروب هذا سوف نبدا بشرعه. نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نبدأ على بركة الله. نضغط هنا Official Channel، فتح، افتحها. Access Group، هكذا انضمونا للجروب الخاص بهم، وبعد ذلك انضمام هنا. هنا بذلك نعود كلين ويلكم بونس، حسنا ريفيرال فري بونس. بونس على بوت اظن بيتكوين مينر تعدين ولكت اند فري بونس. شوفوا شحال عندنا، ريفيرال نسخ الرابط، يعني البوت ما فيش حاجة صعبة أو شيء من هذا القبيل، هو سهل نعمل عليه إذا كان صادق اللهم بارك، وكان نصاب وش راح نديرو. المهم لا نفوت الفرص، ونقول كانت كذا وكذا. أنا واحد من عندي نعمل عليه، نخدم عليه، وسوف أبحث عنه إذا كان صادق وعنده إثبات صح اللهم بارك. إذا قالوا عليه بالإسكام سوف أحذفهم من القناة وأخبركم أنه نصاب. كان هذا هو الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي سهلة، تضغط ويدرو ثم يطلب منك محفظة بيتكوين، تضيف محفظة البيتكوين، بعد ذلك تضغط ويدراو، يطلب منك كونفيرم ويدراو، تضغط كونفيرم، يطلب منا 10 إحالات، 10 إحالات لكي تستطيع السحب فقط. كان هذا الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أكمل هناك شيء أيضا أريد أن أضيفه، هذه فري جام، إذا ضغطت عليها هكذا يعطيك الخيار أي لعبة، مثلا تضغط على بلاي ديس لعبة الرند، تضغط عليها أنا ألعب، ضغطت عليها وأعطاني يعني تدور، يعني تدور لي وحدها ثم تعطيك، أعطاني هذا الرقم 0.442، صافا ديري 5، أعطاني 2000 قطعة مع البونس الأول اللي عطاهولي 0.5، هو للسحب يطلب 10 إحالات. هنا تبقى 48 ثانية، ننتظر 48 ثانية وأريكم كيف طريقة الربح عن طريق الرند. بلاي نضغط هكذا كما تشاهدوا، كما تلاحظوا هذا واش عطاني، ارسال
باك تو ميني تو ميني ميني بالانس كما تلاحظوا. كان هذا الشرح خابتي، الموقع يطلب الإحالات فقط ولا يطلب الدفع.